هناك عدة طرق لوصف أي مدينة. يمكنني أن أقول لك أن القاهرة هي تجمع أكبر عدد ممكن من السكان، أسرع دورة رأس مال، مدينة الألف مأذنة، ونمط الحياة المشوش والطرز المعمارية المتعددة. لكن اعلم مع ذلك أنني لم أقل كل شيء عن مدينة القاهرة ما لم أقل لك أن القاهرة هي مدينة موت جمال حمدان. الناس تصنع المدن، والمدن تصنع الناس. حسنا، ولكن المدن أيضا تصنع موتها. المدخل ده فني جدا لكن ملوش علاقه خالص بالموضوع. جمال حمدان كان عبقري عايش في عظمه التصور، وده اللي بيخلي من موته وحياته اسطوره. ركزي على ده، فهماني؟ ايوه فاهمه، بس انا قلت بيته قابلت الناس اللي كانوا بيتصلوا بيه. اهتم بالتاريخ، اتولد امتى، عاش فين، شهاداته، كتبه، حب مين، ما اتجوزش ليه، وبس. اوكي، اكتبي لي ده تاني لو سمحت، بعتهولي بسرعه. الو مجدة، انا علي، كلميني اول ما ترجعي، انا مش هتصل تاني. انا عندي واحدة بتقف معايا. لا بس محتاجة واحدة تقف معايا وقت بالكسل. اوكي. اهلا يا مجدة، حبالك حالا؟ شيرين انا مستعجلة اوي، انا جيت اكلمك في ثلاث حاجات. اولا انا هتجنن. عادي، دي حاجة معروفة. ثانيا انا بكتب موضوع عن جمال حمدان ومش عارفة اكمله ازاي. رئيس التحرير كل همه التاريخ، مات ازاي، ما اتجوزش ليه، وايه يعني اعمل اللي هو عاوزه. ثالثا الراجل المجنون جه النهاردة كمان. سيبك بقى من وجع الدماغ ده كله، تعالي نتعشى سوا النهاردة. على فكرة علي كلمني وزعلان منك قوي علشان ما بتتصليش بيه. اليوم وانا ابكي في الحلم اوقفت نفسي لانني اكتشفت انني لا ابكي حنانا. قلت لنفسي انت لا تبكين هما عاما، انت مجرد شخصية انانية تتلفع بدموعها. أخرجني هذا من نشوة البكاء، وظللت أحاول أن أفهم لما لا يجب أن أبكي هما خاصا. تعالي نشوف عندنا إيه دلوقتي. أنا مبسوطة قوي إنك بتكتبي عنه. أنا شفته مرة واحدة بس في حياتي. هو مولود في فبراير، يعني برج الدلو، عشان كده حظه وحش. تشربي إيه؟ شكرا ولا حاجة. بصي يا ستي، دي صورة مدرس الجغرافيا بتاعه في مدرسة التوفيق. هو بيقول انه حب الجغرافيا عشان خاطره. اتولد في قرية اسمها ناي، دي في الاليوبية، والليسانس بتاعه واخده من جامعة فؤاد الاول، وراح لندن في بعثة. اخواته كانوا بيدلعوه يقولوا له يا لولو، وهو كمان لما كان بيكتب لهم جوابات كان بيمضيها اخوكو لولو لغاية ما كبر. هما مش هيرضوا يتكلموا معاكي ولا يدخلوكي البيت. انا جبت لك صوره للجنازه بتاعته وصور للبيت بعد الحادثه. عايش طول عمره لوحده، ما اتجوزش، يكتب وبس، والناس تقابله بمواعيد. هو زعل مع الجامعه اول مره لما لقى مذكراته في ايدين الطلبه، واحد زميله موزعها بدل منه، والمره الثانيه لما رق واحد تاني قبل منه. فقعد في البيت وقدم استقالته، وهم فضلوا معلقينها في الفتره دي. تعب قوي، بس في الاخر قال لك انا ماليش دعوه بيهم خالص، انا اكتب وبس. تصوري بقى واحد يقعد طول حياته يفكر ويكتب وبس وملوش دعوة بحد. عندما طلعت الجريدة الصباحية اكتشفت ان اليوم هو ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ
هو أيضا ذكر رحيل صديقة طفولتي منال التي انتحرت حزنا علي. أخبرني أبي يومها أنها فقط تواكب الحدث. الآن أفهم ذلك. هل هذا ما فهمه أيضا صلاح جاهين عندما داهمته شوارع القاهرة بكل أنواع الضجيج ما عدا التي كانت تتوق إليه أذناه؟ النحيب على عبد الحليم. قهوة لو سمحت. علي ازيك؟ انت عارفه اخر مره اتقابلنا امتى؟ ليه ما سالتيش ولا مره؟ كنت فاكراك سافرت. كنت سافرت فين؟ بقالي اسبوعين بحاول اكلمك. تشرب قهوه؟ واحد. عملت ايه في موضوع جمال حمدان؟ مين قالك؟ بسأل عليك. انا كل اللي كتبته اترفض. المدخل كان فني بس يمكن كان متشائم. انا كنت بتكلم عن ان القاهرة هي مدينة موت جمال حمدان. الموضوع كله كان عن المدينة والموت. عارف يا علي، الراجل ده كان غريب جدا، ما كانش عايز حاجة خالص. أتوق للماضي، الشوارع الهادئة والتسامح الذي يستوعب غضبنا البسيط وإدراكاتنا الساذجة. أبي ساعدني، لقد علمتني كل الإجابات، ولكن الأسئلة الآن تغيرت. جمال حمدان عالم ومفكر ومثقف، واجهته أزمة في الجامعة. كان ممكن يحصل له زي ما بيحصل لأي حد إذا أي أزمة بيواجهها، لكن جمال حمدان عمل إيه؟ انعزل عن العالم وعن المجال اللي حس فيه ان هو مهضوم حقه فيه وفيه ظلم واقع عليه. لكن عزلته دي واخده شكل مختلف عن العزله اللي احنا عارفينها، فقعد عكف على كتبه وعلى شغله وحصل نفسه في دايره ضيقه جدا من اصدقائه، ومن هنا حول الازمه اللي هو واجهها الى عزله ايجابيه. كل شيء في مكانه، حتى موت جمال حمدان ممكن ضبطه على السهولة. وكأن الراجل كل دوره وحياته إجابة سؤال. بس أنا ليه حاسة بالذنب؟ في حاجة ناقصة. أخرى فوق بحر آخر، مدينة أجمل من هذه ستتراءى لي. اللعنة تطارد هنا كل أعمالي. هنا حيث عشت كل شيء مهدم، كل شيء خراب. لكنك لم ترى من هذا العالم الجديد برا ولا بحرا، وسوف تتبعك المدينة، وإلى هذه المدينة تنتهي دائما خطاك. فإن تطلعت إلى بلد آخر دون أمل فلن تجد السفينة ولن تجد الطريق، لأنك حين هدمت حياتك في هذا الركن المنزوي هدمتها في كل مكان فوق الأرض.